بجد وردة الجزائرية بجد فاحت بكل أنواع الغناء طبعا، يعني وما زالت الحقيقة تفوح بألوان الغناء. عايز أعرف منك يا إيمان، أنت من الأصوات الحلوة، بتعملي حفلات نقدر نقول حفلات خاصة جدا وخاصة بوردة، وبتحيي ذكرى وردة كتير. كلميني بقى عن تقبل الجمهور بعد مرور السنوات دي كلها والناس دايما مشتاقة لصوت وردة. بصي، احنا مبدئيا اول ما بيتحط اعلان لحفله او ان احنا بنقول ان الحفله لورده، الجمهور بيبقى متعطش جدا. يعني هي ورده لوحدها تكفي، مش مهم حتى مين اللي هيغني. يعني انا الجمال اللي حصل ده مش من عندي، هي طبعا ورده، وكل ملحن لحن لها استخدم صوتها بشكل جميل وابدع، لانها مساحه صوتيه كمان حلوه قوي، وفيها الدفى وفيها الصوت الفرحان وفيها الشجن، فيها كل الحاجات الحلوه. وانا ورده بالنسبه لي يعني من احب المطربين لقلبي. يعني لما دايما يسالوني، يعني انا دايما بغني شاديه وبغني ليلى مراد وبغني ام كلثوم، بس مين اكتر حد بحب اغني له؟ ورده. بحس ان انا لاقيه نفسي جدا فيها، الحانها شبهي، احساسها، لدرجه ان انا بحس يمكن انا ما كان ليش الحظ ان انا اقابلها شخصيا، لكن بحس انها قريبتي، بحس ان انا عارفاها، هي قريبتنا كلنا. بحس ان هي في علاقه، في شفافيه بيننا وبين بعض، لما بتفرج عليها بحس انها بتكلمني. صحيح، فورده عشق.